أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أقدم لاجئ عراقي في السويد أقدم على وهو يدعى سلوان مونكا، وهو مسيحي سرياني من أهل محافظة نينوى، وكان ينتمي إلى الميليشيات في العراق، على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد مساجد العاصمة السويدية ستوكهولم بعد أن استحصل موافقات مسبقة من السلطات السويدية. دعونا نتابع حديث هذا الشخص. الجميع، حصلت يوم أمس على رخصة لحرق القرآن أمام الجامع الكبير في ستوكهولم اليوم الأربعاء المصادف أول أيام عيد الأضحى 28/6. سأحرق القرآن أمام الجامع الكبير في ستوكهولم. أنا أرى أن كل شخص له حرية التعبير. من هو سلوان مونكا؟ هو من المسيحيين السريان في العراق بمحافظة نينوى، أعلن انضمامه في وقت سابق إلى ميليشيا جند الإمام، وقام بتشكيل مجموعة مسلحة تتبع الميليشيا، وتشير مصادر بأنه ارتكب جرائم اعتقل على إثرها في عام 2017، ثم أطلق سراحه ثم تم إطلاق سراحه ليغادر إلى السويد. يعرف نفسه على صفحته في الفيسبوك على أنه عراقي ليبرالي ملحد، مؤسس ورئيس حزب الاتحاد السرياني وعضو في الحزب الديمقراطي السويدي، هكذا يعرف نفسه. دعونا نتابع هذه اللقطات التي تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات سابقة لانضمام هذا الشخص إلى ميليشيات الحزب. المقاتل سلوان، سلوان يعني حدثني عن عزيمتكم واستعدادكم لقتال داعش. صراحه احنا سلبت مناطقنا، اغتصبت اراضينا، وجينا انضمينا الى كتائب الامام علي كيف هم ناس. اما ان نعيش بكرامتنا او نموت بشجاعتنا، مسؤول كتائب روح الله عيسى ابن مريم التابعه لكتائب امام علي عليه. فيديو ثاني لمونكا وهو يعلن تشكيل فصيل ميليشياوي آخر يتبع للحشد يدعى كتائب صقور السريان قبل أن يغادر العراق ويلجأ إلى السويد. دعونا نتابع هذه اللقطات المتداولة. سرياني. تداول عراقيون مقاطع سابقة لجرائم الميليشيات من حرق وتفجير المساجد وحرق المصاحف داخلها. دعونا نتابع هذه اللقطات المتداولة. انا بعد روحي بوسه بوسه يتعب طاير عطاير اخر ما تبقى من مكتب السرقين في مدينة القاسي. شوف اطاح حبل. وخرجت تظاهرات كبيرة على أثر حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، حيث خرج آلاف العراقيين في العاصمة بغداد بتظاهرات غاضبة، كما قاموا باقتحام السفارة السويدية في بغداد. فلنتابع.
نبقى مع تظاهرات العراقيين وفي بغداد أيضا، لكن هذه المرة خرج عراقيون من أمام مسجد أبي حنيفة النعمان في بغداد في الأعظمية بتظاهرات غاضبة ترفض إهانة وحرق نسخة من القرآن في السويد. دعونا نتابع هذه اللقطات من الأعظمية في بغداد. القرآن نور الله، القرآن نور الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، القرآن نور الله، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. بارك الله الشيخ حسين الغازي وبارك الله فيكم، أفضل رب على هذه الزلازل والحرارة أمران. الأمر الأول إحياء دورات تحفيظ القرآن في المساجد. إحياء هذه الدورات كما كانت سابقا هي الرد وقد تفاعل عراقيون وعرب ومسلمون ومسيحيون مع حادثة حرق نسخة من القرآن في السويد، وعبروا عن غضبهم واستهجانهم من هذه الفعل الشنيع. ومنهم من قال، دعونا نتابع بعض هذه الآراء من خلال هذه التغريدات. يقول الباحث العراقي عبد القادر الناي القيادي في الحشد يحرق القرآن المدعو سلوان مونكا الذي أحرق القرآن الكريم في السويد وهو مسؤول ميليشيات صقور السريان تنتمي لريان الكلداني الذي انتهك حقوق الإنسان من قتل الأبرياء وتعذيب وسرق لمنازل المواطنين في محافظة نينوى ضمن أفواج الحشد الشعبي بشكل رسمي. الصحفي العراقي يقول عثمان المختار يقول آخر من يتكلم عن المقدسات هم زعماء الميليشيات في العراق. عشرات المساجد أحرقت ودنست منابرها ومصاحفها، وأخرى تم إعدام مصليها في ديالى ونينوى وبابل وبغداد وصلاح الدين. يجب عدم السماح لهم بغسل تاريخهم القذر مستغلين حادثة السويد. وما سلوان مونكا إلا تربيتكم وبذرتكم الأولى. محمد المختار الشنقيطي هو الآخر غرد وقال سلوان مونكا هو شاب مسيحي سرياني عراقي متعصب وحاقد، وإهانته للمصحف الشريف يوم عيد الأضحى المبارك في السويد هو استفزاز حقير ومتعمد شكلا وزمانا ومكانا. ومن الغايات الدنيئة وراء هذا الفعل الدنيء ترويض حاسة المسلمين على قبول انتهاك حرماتهم وتسميمهم العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. حيدر أداني يقول سلوان مونكا هو إنسان ملحد يمثل نفسه، ليس لإخواننا المسيحيين أي علاقة بهذا الإنسان، لذلك على الجميع الابتعاد عن التعصب والكراهية والعنصرية. يقول حرق القرآن إهانة بحق جميع الأديان وليس الإسلام فقط. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذه الحادثة حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد ليست الأولى، لماذا تعطي السلطات في السويد الموافقة لحرق نسخة من القرآن وهو انتهاك واضح للقوانين وكذلك يشكل إثارة للتعصب والفتن ولا تحترم لمليار ونصف المليار مسلم أو أكثر؟ لماذا تسمح السويد لهذا الشخص أو لمن قبله أو بعده؟ وهذا الشخص معروف يعني كان ينتمي إلى الميليشيات ومتهم، والميليشيا التي كان ينتمي إليها متهمة بجرائم ضد الإنسانية. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ عمر المحترم، وكل عام أنت بلف خير وقناة الرافدين بلف خير إن شاء الله، والشعب العراقي بلف خير إن شاء الله. نتمنى لأنه المزيد أنه اللهم يفرج على النازحين، اللهم يفرج على المعتقلين، اللهم يفرج على شباب هاي اللي راحت واللي استشهدت واللي قتلتهم هاي الميليشيات من 2003 ولحد الآن. اللهم ارحم شهداءنا، واللهم ارحم شيخنا الفاضل المجاهد حارث الضاري. آمين. أستاذ عمر، إحنا نعرف من 2003 لحد الآن بقيادات وميليشيات الزعماء الميليشيات
اللي دمروا العراق واللي نهبوا العراق واللي سووا المقابر الجماعية، هاي الانتهاكات على كتاب الله اللي هي ما يعملون عمايل أكثر من هاي الأمور اللي صارت. ما هم قتلوا العالم وسووا مقابر جماعية وسووا أماكن يعني ميدان رمي لأهلنا وناس، وفجروا مساجد وأحرقوا مصاحف، فظلت على المصحف احترامي كتاب الله. فهاي أبسط ما يكون ما يعدهم، هم باقوا العراق ونهبوا العراق والناشطين يقتلون بهم وكل هاي الأمور من أحزاب الميليشيات الحشد اللي تصير عندنا. فلهم كانوا يخافون من الله وعدهم مخافة الله، ما كانوا استخدموا هاي الأسلوب يعني الدموية من 2003 ولحد الآن. هذول ناس يعني الدماء والعقد ومخافة الله مشيولة من عيونهم، مشيولة ضمائر ما عندهم. يعني مو فد شيء عجيب يعني، استغفر الله يا ربي انه القرآن فأبصد ما يكون يعني حرقه، بس هذا يعتبر اولا يعني للاسلام والى من هو ينتمي الى شيعه العراق، خلينا نقولها بهاي الصوره. المفروض هذول اكثر الشعب العراقي يقوم يعني يطلعون مظاهرات ضد هذا ابناء الحشد ميليشيات كتائب امام علي، فهم يقولون احنا اصحاب مقاومه واصحاب احنا. هو الشخص ابو عمر، الشخص هذا سلوان هو مسيح السرياني من أهالي نينوى، وفي ذلك الوقت انتمى إلى هذه الميليشيات. العراقيين اليوم هم يتساءلون، يقول لك المصحف هو واحد، هناك المصحف والإنسان في العراق تعرض إلى القتل، والمساجد تعرضت إلى التفجير وإلى الحرق، وكذلك المصاحف، فالمصحف واحد لا يختلف إن كان في العراق ولا في السويد. لماذا هذه الميليشيات اليوم يعني هناك من تحدث وهناك من لم يتحدث؟ يعني ربما أنه يخشى أو يعني ربما لديه شيء من الحياة، لأنه هذا كان ينتمي وعنصر فعال في هذه الميليشيات. المحاسبة إذا كنا نتحدث، المحاسبة أو القانون يجب أن يسري في كل مكان. هناك انتهاكات حدثت على شاكلة حرق القرآن وكذلك تدمير المساجد وكذلك قتل المصلين. نعم استاذ محمد، احنا هاي الحالات احنا قبل فتره سمعنا بالدنمارك انه نعم. احد الاشخاص انه سوى كاريكاتير على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. فيعني الاسلام عندنا يعني بدا يعني قبل كم شهر، ما يعني قبل فتره ما طولت هاي، فاعتربوا الاسلام عندنا. ويعني ايضا انه تموا انه راحوا للسفاره الدنماركيه ويعني صار مظاهرات ضد هذا المقلب اللي صار على نبينا. هاي المفروض كتاب الله هو فوق كل شيء، فوق كل شيء احترامنا وناسنا واهلنا يعني ساداتنا. فهاي المفروض ترجع المراجع، ترجع زعماء الميليشيات، ترجع ايضا للمسيح احترامنا المسيح الصابئه والكل من عندهم. المفروض هذول ايضا ان يستنكرون على هذا العمل يعني الشيء هذا يعني مؤذي انه الغرب نعم التي تحدث فيها العراق. نعم يعني أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. نذهب إلى مشاكل المواطن العراقي وضعف تجهيز الكهرباء خصوصا مع حلول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث عاش الكثير من العراقيين أيام العيد وهم يعانون رداءة الكهرباء وانقطاعها من قضاء شط العرب في البصرة مثلا، حيث تكون هناك درجات الحرارة أعلى منها من باقي المحافظات العراقية. يعاني أهل باب جليع وكتيبان من انقطاع الكهرباء منذ نحو 15 يوما دون أن يعرفوا السبب ودون وجود حل لغاية الآن لهذه المشكلة، فلنتابع. الحوطة ما معقولة يا أخوان. طبعا قبل الكلام رسالتنا أنه نحب نوصلها إلى السيد وزير الكهرباء الأستاذ زياد بن البصرة وإلى الشيخ أسعد العيداني محافظ البصرة. دول أهلك وناسك، أهل الحوطة وباب جليع وكتيبان وبعض المناطق المحيطة بهم، صار لهم بالعشرين يوم ما شايفين كهرباء، واليوم الكهرباء مقطوعة من الصبح لغاية الآن، من الساعة السادسة صباحا يمكن لغاية الآن، هسه الآن الساعة السادسة مساء، وهذول الناس كلهم عندهم عوائل وكلهم عندهم أطفال. ما معقولة المعاناة مستمرة يا أخوان، إلى متى المعاناة مستمرة؟ هاي الناس الله شاهد
يعني ناس بسطاء وفقراء. مع أزمة الكهرباء، وتحدث ناشط من مدينة الديوانية في محافظة القادسية عن معاناة كبار السن في حي الميكانيك في المدينة بسبب انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. الآن نموذج لناس كبار بحي الميكانيك. هذا السيد أو هذا الرجل الكبير خادم من الإمام الحسين، يعني شلل وأيضا الحجية، وهذا جو الحار من يقبل أمه وأبوه. شلون بداري؟ شمده هذول قدامك؟ شلون تفهيلهم مولده؟ والله لقيته مصلخ، والله لقيته مصلخ بأبوه. المحافظ يجيك؟ ما أريد غيره. إن شاء الله يوصلك المحافظ اليوم أباك. حليب أمه، بحليب أمه الطاهر يجي المحافظ. أمام الدار سيد المحافظ أريده، ما اريد اي واحد. ويشوف شوفوا، تعال عليه تعال عليه، قرب قرب قرب. يعني هذا لا حال لا حكي مشلول. شوف هذا الحر، شلون تفينهم والدين. تتكرر حالات الانفجار في محولات الطاقة الكهربائية أو الأسلاك بسبب ضعف البنية التحتية للكهرباء. مقطع مصور وثقه أحد مواطني العاصمة بغداد لاصطدام أسلاك الكهرباء فيما بينها متسببة بانفجارات، فلنتابع. يومية يومية على هالمنوال يومية، هذا عراقك العظيم. ومع استمرار أزمة الكهرباء في العراق منذ عام 2003 والتي صرف على هذا القطاع أكثر من 90 مليار دولار بحسب الإحصائيات الحكومية، توقفت مباراة دور المحترفين في ملعب الزوراء بعد انقطاع الكهرباء. ويظهر في الفيديو الذي سوف نشاهده بعد قليل عضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد وهو يطلب عبر اتصال هاتفي مع دائرة الكهرباء من أجل استمرار الكهرباء لساعتين فقط من أجل إكمال المباراة. دعونا نتابع هذا المقطع من ملعب الزوراء. فيلم نادي الزوراء هسه اريد ولو هسه ساعتين، ما اكثر من ساعتين مرة بس. الف رحمه على والدك، اي والله اللعبه واقفه. يلا تسلم تسلم، اعطيني خبر على تليفوني. ما اشوف ما اشوف مهدي، ما اشوف ابو علي، ما اشوف اللي هسه انت قاعد ما تشوف طبعا. لا اتكلم يوم التاسيس اليوم. تفاعل عراقيون مع هذه الأزمة المستمرة، أزمة الكهرباء، ومع هذه المقاطع المصورة، ومنهم من علق وقال على فيسبوك. حيدر السعدون يقول الملاعب لازم مولدات حتى ما تعتمد على الكهرباء، وأعتقد كل ملعب ملاعب العالم بها مولدات رغم استمرار الكهرباء، مو العراق اللي شغلته طفت. أبو عباس يقول مهازل الحكومة أثر سلبا على الرياضة في العراق، وكنا نستبعد هكذا أشياء تحدث، لكن العدوى انتقلت بسبب المسؤولين الفاشلين في الاتحاد. أبو حسام يقول احتمال قضية فلسطين تنحل وتفرج، ولكن مشكلة الكهرباء في العراق ماكو أمل، مستحيل تنحل. أما الكناني يقول مهزلة أكثر من ثلث ساعة مقطوعة وكلها خابرت، يلا رجعوها حتى حكم الساحة خابرهم. سعود يقول معنا اتصال أبو علي من الديوانية. أبو علي برأيك إلى متى تنتهي أزمة الكهرباء في العراق؟ إلى متى يعني يتم إيجاد حل لهذه الأزمة المستمرة؟ مرحبا بك وكل عام وأنت بألف خير. وانت بألف خير. والأمة الإسلام والأمة الإسلامية. بالنسبة لي هذا عيد أضحى أسوأ عيد مرة في حياتي. شلون؟ بواسطة هذا الملحد الذي اعتدى على القرآن الكريم، وإحنا لا نملك لا حول ولا قوة بعيدة مسافة علينا. أوروبا تحارب النازيين لأنهم عنصريين، لكن هم من يحاربون الإسلام؟ شخص واحد يحارب أمه 1700 ما حد يحاسمه،
والحكومات العربية والإسلامية بالأخص العراقية تتعاطف وياهم. يعني النازيين ردوا بوجه جديد، كانت قيادة واحد نازي بر 1700 مسلم خلاهم بلا عيد. وهاي الكهرباء هذا بعد العراق اللي عشنا به الملحد انزال الحكومة العراقية تقصد مليار و700 مليون مسلم استفزه. نعم هذا بالكهرباء وزير الكهرباء من قامة الساعة لحد الآن مثل هذا، مثل هذا اللي حرق القرآن، لاك حرق القرآن وحرق قلوبنا ولا حرق قلوبنا عمار. أنت شوف الحكومة العراقية يصير بها حظ؟ لا والله ما يصير بها حظ، ما دام حرامية ديهم بالحرام. نعم مشكور. أبو علي من الديوانية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو سالم من بغداد. ارحب بك معنا ابو سالم، وكل عام وانت بالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. تفضل ابو سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. سلام ان شاء الله. يا اهلا بك على قناه الرامين، القناه هاي اللي هي منبر لصوت الناس الشرفاء. حياكم طبعا عندي بس تعقيب على كلام احد المتصلين الان من الديوانيه. نعم. الأخ أبو علي. نعم. يقول بأنه تجاوزوا على القرآن وحق القرآن. أخي العزيز، نحن من أعطينا فرصة لهؤلاء النماذج ليحرقون القرآن. عندما نقول القرآن محرف، عندما الإسلام والمسلمين يجعلون ميليشيات لقتل الناس البرية باسم الإسلام ويجندون المسلمين لتهجير الناس، فماذا يفعلون هؤلاء المثلية وغيرهم؟ أما هذا الذي يقول أريد المحافظ، ماذا يفعل لك المحافظ؟ هو المحافظ راشد سارق تابع إلى ميليشيا من ميليشيات القتلة. نعم أبو سالم، انقطع الاتصال مع أبو سالم من بغداد. ومن أزمة الكهرباء التي يبدو أنها ليس لها حل في العراق كما يقول عراقيون، إلى فساد المشاريع في العراق، حيث تحدث ناشط من محافظة النجف حول نافورة في وسط المدينة وتساءل عن هذا النصب أو هذه النافورة، وقال هل هو قبر أم نافورة، وكم كلف هذا النصب غير المعروف كما قال هذا المواطن. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. يومكم سعيد، كل عام وانتم بخير. هذا التابوت النصب ما ادري شو وقت يخلص، بس رغم بشاعة منظره انه بسوء تنفيذ. همينه سيطلع واحد متبرع؟ عمي بشع، والله بشع بشع، يلعب 60 نفس وانه بسوء تنفيذ. شنو هسه بس اردفتهم هذا؟ شنو الغاية منه؟ شنو المعلم؟ معلم شنو هسه هذا؟ معلم شنو؟ بيش هذا؟ شكلفنا؟ منو نفذه؟ منو أخذ مقاولته؟ شنو سوء التنفيذ هذا؟ وين تردون توصلون بالنجف؟
ما يتردون توصلون. هل من حلتون؟ منو من ربعكم؟ نبقى مع مشاريع العراق، ولكن الشارع الخارجي مقبرة النجف، هذا الشارع نفذ فيه مشروع الإنارة التي تعمل على الطاقة الشمسية في زمن المحافظ الأسبق، ولم تتم صيانة المصابيح كما يقول أهالي المحافظة والمنظومة بكاملها، وبعد صرف الملايين على إنارته إلا أنه أظلم ومعتم. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول الذي يظهر حال الشارع الخارجي لمقبرة النجف. لا تشاهد فيه إلا إنارات أو إنارة السيارات المارة من هناك. من قضاء سوق الشيوخ في ذي قار مشروع سكني متلكئ، هذا المصطلح الذي بات يتداول في العراق مع المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية. هذا المشروع السكني المتلكئ منذ 14 عاما لم يتم إنجازه لغاية الآن، وشكى أحد المواطنين الذي وثق بالفيديو هذا المشروع من إهمال المشروع السكني وعدم إنجازه رغم صرف كافة المبالغ المستحقة لإكماله. دعونا نتابع. هذا أحد مشاريعكم المتلكئة اللي صار له 14 سنة، وزارة الإسكان والإعمار هذا أحد مشاريعكم، وإسكان ذي قار المفروض أنتم تتدخلون وترفعون كتب وترفعون مناشدات، لأن هذا المشروع ما يقارب صار له 14 سنة. فإحنا اليوم انتهت كل الحلول، اليوم نوجه مناشدتنا ومطالباتنا إلى دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني، يقول له هذا حال مشاريع بالمحافظات الجنوبية. المحافظات الجنوبية اللي جاي ينقلون لك صورة عنها وعن مشاريعها مشاريع روتينية، وخير شاهد هاي المشاريع 150 شقة متروكة صار لها 14 سنة. حول هذه المقاطع نتابع بعض تعليقات الجمهور العراقي على فيسبوك حول مشاريع العراق. يقول قصي المياحي: قضاء شط العرب معدم من الخدمات، لا بنى تحتية ولا مدارس ولا جسور تربط مركز محافظة البصرة في القضاء شط العرب. يقول مصطفى: نعم أموال النجف متاحة ومباحة في ظل وجود الاقتصاديات. محمد حمزة العبود يقول: النجف تفتقر للمسات الفنية والإعمار الصحيح. مصطفى يقول: ثقوا بالله المقاولة تنباع لحد ما توصل لصاحب محل إنشائية أو سكلة وينفذها، ولا حسيب ولا رقيب كما يقول مصطفى في هذا التعليق. معنا اتصال. محمد من كربلاء، أرحب بك وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كل عام وانتم بخير وعيدين. انتم بخير، صحة وسلامة من العايدين المقبولين. يحفظكم يا رب. يحفظ العراق. الله يخليك، يحفظنا ويحفظكم جميعا. آمين يا رب. السادة العزيز، نعم. أنا بالنسبة لي عندي فد رأي. نعم. احنا بالنسبة لهذه الحكومة ما عندنا حكومة، عبارة عن ميليشيات خالصة ولاها ليس للعراق إطلاقا. وميؤوس منها. نعم. ولا تتوجه منها خير إطلاقا أمام الله. فهذه الشغلة يعني أبسط حالة، يعني هسه هم قسم من نوابنا الأفاضل رايحين على الحج والحج بريء منهم وما يوصل حجتهم على نفقة الدولة. طيب أيهم الأفضل، يعطى هذه الفقراء المبالغ اللي صرفها الشيخ السوداني للحجاج إذا شايطوا معيه؟ فأخي العزيز الحجي ما بها فائدة، مملك 20 سنة وصار 21 سنة هذا الحجي
يعني هم شنو اللي انه يسمعون للمواطن اطلاقا لا. فأنا اللي اقوله العراق الى الهاويه ما انه غير اراده رب العالمين. ونعم بالله. أي والله. أنا أشكرك أخي محمد من كربلاء كان معنا. انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وهي مقاطع طريفة من دول مختلفة تظهر هروب الأضاحي من أصحابها في أيام عيد الأضحى المبارك. دعونا نبدأ من مصر وهذه المشاهد المتفرقة التي تم جمعها في الفيديو التالي لهروب الأضاحي ومحاولة الإمساك بها فلنتابع. وفي الجزائر تم إنقاذ كبش قبل أن يسقط من نافذة إحدى الشقق في العمارات السكنية في محاولة منه للهروب. دعونا نتابع هذا المقطع الطريف. نبقى مع هذه المقاطع الطريفة ومن تركيا مقاطع مختلفة كذلك من ولايات متعددة لهروب الأضاحي من أصحابها، لكن إحدى المطاردات استمرت لمدة ساعتين قبل القبض على الكبش الهارب فلنتابع. كل عام وأنتم بألف خير أعزائي المشاهدين، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أي مقاصد كبرى تبتغيها الشريعة في فريضة الحج؟ كيف يمكن لشعيرة الحج عقد رباط العلاقة بين الفرد والأمة المسلمة؟ ما الحكمة من اجتماع آيات الحج والقتال في نصوص القرآن؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان الحج وتعزيز مفهوم الأمة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، معنا اتصال أم أحمد من العاصمة بغداد. تفضلي أم أحمد، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير ويعودك إن شاء الله. والله يسلمك، يا هلا بيش، تفضلي. الله يخليك. على مود المعادلة، شهادة المعادلة اللي جاني من خارج. شلون أم أحمد؟ يعني اللي يسمونها من الخارج، امتحان المعادلة يسمونها. نعم. تفضلي استكملي أم أحمد. أي والناس الأسئلة تكون صعبة جدا يعني. أي
وال يعني النتيجه ما نعرفها ناجح راتب ليش يعني. افتح لي الصوت هنا. اي ام احمد. اي نعم. اي نعم قلنا الاسئله صعبه وما نعرف النتيجه ناجح بس ناجح راتب رجع يعني الدرجه لا تعرف. انت تتحدثين عن الامتحانات والاسئله صعبه؟ اي نعم نعم. امتحانات السادس. لا لا امتحانات المعادله في الشهاده. ها المعادله يا اختصاص في وزاره التعليم العالي. نعم 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 نعم. شنو الاختصاص؟ الاختصاص صيدله. صيدله. شنو الصعوبه اللي بيه؟ صعبه هي تطلع بها اسئله فكريه يعني خارج من المنهج. اي نعم اي والاسئله ما تظهر يعني بدي اشوف الاسئله يعني ليش ما تظهر الاسئله؟ يجوز بها خطا يجوز بها يعني ليش؟ والنتائج هم بس تطلع نهايه راس. ام احمد انت او ما اعرف من اللي ماخذ شهاده الصيدله من الخارج وجايده يعادلها بالعراق تمام؟ اي اكو امتحان معادله بحسب المناهج الموضوعه حتى يجتاز هذا الامتحان غير المفروض يقرا هذه المواد وبعدين يدخل الى الامتحان لو جايبين شيء من خارج المنهاج الواضعينه. لا هم يعني اكو خارجي يعني فكريه. يعني 120 سؤال استاذ في 3 ساعات ما يقدر الطالب يعني كل سؤال هي دقيقه. يعني ام احمد يعني اختصاص الصيدله وخاصه الاختصاصات الطبيه يعني لازم يعني يكون الامتحان بها على على اعلى المستويات صح لو؟ السنوات كانت يعني اكثر ابسط يعني نسبه النجاح تطورت 16%. نعم يعني يعني احنا تعبنا عليهم وديناهم الناس يعني بعنا الاول والثاني. نعم وما خلينا شيء ما حتى ما نريد احنا سعيين نريدهم بس يعني يعني حتى لا يترقى القلب صار وين يروح وين يرجع شو يسوي؟ نعم شهادتي شنو شنو تعبنا عليهم شنو يعني شنو نتيجة هاي شنو؟ امتحنتوا المعادلة لو بعد؟ اي امتحنت 3 امتحانات رسوب وقرون وتعبانين على روحهم دخلنا معاهد. نعم وبالدولار يعني والنتيجه المعادله نتيجه المعادله راسب من حقه يعيد؟ هل له حق يعيد؟ اي بس صار الحاسه النفسيه تعبت يعني. نعم النفسيه كلش تعبت كل ما راح يمتحن الاولاد بعد وين خلص الصيدله بيا دوله؟ بعمان. في عمان يعني هم الدراسه يعني مو مو يعني مو تقولين سهله هاي اختصاصات أيوة طبيه صعبه. اي وفهم دراسة عمان يعني مو قاصرة يعني الحمد لله. نعم نتمنى له أو لها التوفيق وإن شاء الله بالامتحان الثاني تعدي وتنجح. أنا أشكرك أم أحمد وكل عام وأنت بألف خير. نذهب إلى الهاشتاج. هاشتاج اليوم هو ثورة 20 حيث استذكر عراقيون الذكرى 100 لهذه الثورة ثورة عشائر العراق ضد المحتل البريطاني في القرن الماضي. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم ثورة 20 على تويتر. يقول دكتور السعدون يقول عندما أشعل شعلان أبو الكون شرارة الثورة في الرميثة انتخله ضاري المحمود في أبي غريب فشكلوا قوس نار أطبق على المحتل البريطاني أرغمه على ترك الأرض لأهل الأرض قدروا العراق أن لا خلاص من المحتل وأعوانه وذيوله إلا بثنائية شعلان الشهد وضاري أبو سليمان. أما حسن الكنعان التميمي فيقول في مثل هذا اليوم تم سحق بريطانيا الإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس أو لا تغيب عنها الشمس ظهر نيزك عملاق من العراق أخفى الشمس عنها وجعل نهارها ليلة. دكتور أحمد العباس يقول ثورة 20 هي أساس المقاومة العراقية ضد المحتل. علي الحسن يقول ما بين ثورة 20 وثورة 20 100 عام قام جيل جديد بنبذ الاحتلال الأمريكي والبريطاني والفارسي فطوبى للجيلين واللعنة على الخونة المأجورين. ثورة 20 ثورة 20 يقول. نذهب إلى أنفوغرافيك للمزيد حول الذكرى 100 من ثورة 20 في العراق. دعونا نتابع أبرز محطات هذه الثورة في الأنفوغرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نتابع.
إذن الذكرى الثالثة بعد المئة لثورة العشرين، هذه الثورة التي شكلت نهاية الاحتلال البريطاني في العراق وبداية الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، استذكر فيها العراقيون هذه الذكرى. وكذلك وجهت هيئة علماء المسلمين في العراق رسالة مفتوحة للشعب العراقي بهذه المناسبة، مؤكدة بأن هذه الذكرى تمر والعراق يرزح تحت نير احتلال مركب يجمع بين البعدين الدولي والإقليمي، وأن تجارب ثورة العشرين بمختلف مراحلها التاريخية ما زالت قادرة على بعث الذاكرة الوطنية لإيجاد المخارج الحقيقية للخلاص من الاحتلالين في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير، في أمان الله.